سؤال جيد بالنسبة للشباب. شوفوا احنا لما نتبول، عفوا حشاكم، لما نصير تبول باعتبار الرجال يعني مجرى البول فيه نوع من ماذا، مجرى حسب تعبيرنا كالأنبوب. هذا الأنبوب إذا إنسان تبول وقام يعني غسل وقام بالمجرى، أكو قطرات بول، أكو قطرات بول، فإذا تحرك الرجل إذا تحرك قد تنزل القطرة على ملابسه وتنجسه وتسبب له نجاسة. فحتى لا يصير هاي النجاسة الفقهاء يقولوا لازم يسوي استبراء. استبراء يسموه الخرطات التسعة اللي ينقي، شنو ينقي؟ هذا المجرى اللي باقي فيه البول. هذا إذا كان بول. أما إذا كان جنابة شو أسوي؟ جنابة يعني أكو قطرات مني موجودة وين؟ بالمجرى. فلازم شو أسوي؟ أتبول، يعني بعد الجنابة أتبول. التبول بعد الجنابة تنقية لمن؟ تنقية للمجرى. فإذا نقيته من قطرات المني فالآن ماكو مني بس بقى بول، فأسوي خرطات تسعة. فإذا الاستبراء للجنابة هو التبول بعد الجنابة، وبعد التبول استبراء من البول حتى يتنقل المجرى من كل نجاسة.